بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق التبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبى والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح
وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فوا لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطئي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي. أنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب غاربا، أم كيف تخيب
مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية السؤل ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياج الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا أجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا،
من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لبوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمامول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.